طب وساحرة الجنوب الدور الابرز في الدراما اللي انت عملتيه؟ اصعب ادوار يعني. اللي عملتيه ازاي؟ يعني عرفنا بتاع طلق صناعي انك ما عرفتيش توصلي يعني ايه طلق، فقررتي انك تعملي كده. طب وساحرة الجنوب؟ ساحرة الجنوب قريت كتير جدا 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 في الموضوع ده، وقصص كتير، اتفرجت على افلام اجنبيه كتير قوي قوي قوي، فقلت انا عايزه اعمله بشكل مختلف وشكل فيري سمبل عشان الناس تصدقني، عارف بقى ما نعملش حركات بقى لا حاجات كلها. انا بشوف ان مرايه البني ادم عينيه، فهو يبقى التمثيل كله بالعين والصوت. ف لا ذاكرت كتير 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 يعني، وان شاء الله عندي مسلسل معروض عليا هيبقى برضو اقوى من ساحره الجنوب، بس يعني مش نفس السكه يعني، نلمس سيكه يعني برضو مع استاذ اكرم فريد، فان شاء الله هيبقى حاجه حلوه. بس مش في رمضان؟ لا مش عارفه او ما اعرفش لسه شركه الانتاج هيعملوا. انت مخصمه رمضان؟ لا خالص خالص، انا كل مسلسلاتي كانت في رمضان يعني، دوران شبرا، شوارع خلفيه، حكايه بنات، ستنا السيد، بدون ذكر اسماء. انت كنت قلتي قبل كده انا بعد كده مش هنزل في رمضان، هنزل بره. بعد ما شفت نجاح ساحره الجنوب وبعدين شفت كميه المسلسلات اللي في رمضان، حسيت ان في مسلسلات كتير قوي بتتظلم يعني، وقت بين وقت الفطار وبين وقت الفجر قليل قوي، ومسلسلات كتير قوي، ففي مسلسلات بتتعرض في حصري على قنوات معينه، فحس ان انا بتظلم مش عارفه. طب الدور اللي نفسك تعمليه الفتره دي او الفتره اللي جايه اللي انت شايفه انك ما عملتيهوش؟ انا نفسي اعمل حتشبسوت. حتشبسوت؟ وانتوا ايه موضوعكم على التاريخ يعني؟ هو يقول لي شغل الدقن وانت تقولي حتشبسوت؟ علشان انا بركب خيل، وهي كانت ملكه مصر كانت بتنزل تفتح بطولات. فانا انت هتقدري تركبي خيل وتعملي حاجات الاكشن دي تاني مش خايفه؟ لا خالص، انا بقول ما عنديش مشكله، انا بقول لك مشكلتي في النط لكن انت لكن في اي حاجه لا خالص، انا بركب عادي خالص. انت ما تعقدتيش بعد الوقعه دي من الخيل؟ لا يعني حاجه بالصعوبه دي ما حصلتكيش؟ ما تعقدتش لان ما عملتش حاجه غلط، وهو ما عملش حاجه غلط، هو كان باد لك وهو خاف، وانا غلطانه ان انا ركبت من غير سرج يعني، انا المفروض اركب، بس يعني انا ما تخيلتش ان مفيش حاجه هتخوفه يعني، او مكان كله ارض زراعيه ومفيش هدوء تام، تخيلتش ان اي حاجه هتطلع كده تروح مخوفه.